بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية تهنئة إلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بمناسبة الذكرى 51 لليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة. وأعرب سموه في البرقية عن خالص تهانيه وأطيب تمنياته لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة بموفور الصحة والسعادة بهذه المناسبة الوطنية، منوها سموه بمسيرة الإنجازات التنموية الشاملة التي تشهدها الإمارات في مختلف المجالات والميادين، متمنيا سموه لدولة الإمارات العربية المتحدة وشعبها الشقيق تحقيق المزيد من التقدم والنماء في ظل قيادة سموه الحكيمة. ونوه سموه عمق العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين في إطار ما يجمعهما من علاقات استراتيجية متميزة وروابط أخوية وثيقة، مؤكدا سموه الحرص الدائم على تعزيز وتطوير هذه العلاقات التاريخية الممتدة التي أرسى دعائمها الآباء والأجداد بما يلبي طموحات وتطلعات أبناء البلدين الشقيقين ويحقق مصالحهما المشتركة ويعود بالخير والنفع عليهما. كما بعث صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية تهنئة مماثلة إلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أعرب سموه فيها عن خالص تهانيه وتمنياته لسموه بموفور الصحة والسعادة بهذه المناسبة الوطنية.